ينشأ في الكويت بعد البنك البريطاني. مالهم للمسجد يعني؟ لا أنا أقول لك، لا مربوط في المسجد، هذا مربوط المسجد، هذا البنك الوطني. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بنك برقان، بنك برقان. شوفوا شوفوا شوف كم ارتفاعه البناء. شوف كم ارتفاعه. هذا بنك برقان، هذه سوق البورصة، سوق الأسهم، هذه حيث عواطف البشر هنا. أنا هذا أتكلم عن المسجد. أنت استنى علي بس، صبرك علي يا رجل، استنى علي. هذا هو سوق البورصة، حيث العواطف، عواطف الناس ترفع وتنزل متعلقة بالمال، المال. وهناك البنك التجاري، ثم بنك برقان، ثم بنك. يا عم الحاج دي مش دعاية عن البنوك. أنا فاهم الناس. ولا مش عايز دعاية إسلامي، أنا عايز أتكلم عن المسجد. أنا فاهم أنت عايز تكلم المسجد، ولكن أهم شيء الناس في إيش مهتمة. الناس 99.9% مهتمة بالمال، والمال فين؟ في البنوك. المال ليس في المسجد. البنوك. اهدى تعال نكسر البنوك. أيوة البنوك. تعال نكسر. أيوة عندك البنوك. لا ما تقدر تكسر البنوك، يكسروا روسنا. كسر المسجد معليش، هكذا مع الأسف صار هكذا. قيمة المسجد قد دنت تحت، وقيمة البنك هي المرتفعة. انظر 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 يعني ارتفاع المسجد، وانظر ارتفاع البنوك. البنك هتودينا في داهية. لا ما فيش داهية ولا حاجة ولا شيء. المال حلل كل غير محللي، المال حلل كل غير محللي، حتى زواج الشيب بالأبكار. مال، فلوس، فلوس. If you have money then you are funny, if you don't have money then you are nothing. ولا تنسى المسجد الذي في قلبك. الحمد لله. دائما خله نشيط وخله منور، لان هذا هو المهم، هذا هو المهم. انت راجل جميل. نفس عصام سودت عصاما فعلمته الكره والاقدامه. نفسيتك جزاك، وانت اجمل، جزاك الله خير. وشاكر لكم جدا جدا. انت جميل. جزاك الله خير. سباسيبا سباسيبا يو اوتشن اوتشن سيفودني اوتشن خراشو باتموشتا بي بريديوتي زيس. الحمد لله رب العالمين.